قالت دول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر إن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا. وأوضحت في بيان أن إجراءات المقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.